والله الحمد لله فيكتوار ميريتي معناتها كريت قبل أربعة دقائق ونص معناتها هربين فرق ستة أهداف وكنا معناتها جاتنا كورت سيت بوا مرتين لعبنا ماتش كبير وكنا نجموا نقدموا ما أفضل معناتها ديما الله غالب اللي يلعب في الاسبيرونس ديما معناتها يشيخش لا بيرفكسيون دونك اليوم ماتش باهي ما نقولش ماتش ان غرو ماتش بالنسبه لي انا ماتش كيما الماتش الكل معناتها الديربي هذه كلمه معناتها نتاع صحافه خاطر يظهر لي ترجي غني على التعريف شيخ الانديه التونسيه ب 30 بطوله العالم كله يحكي عليه 50 في العالم ترجي يعرف يربح ماتشواته دونك اكريت فما رياكسيون تاع الجير حتى الجمهور هذا اللي ريته اليوم نتاع الترجي ريمو معناتها شيء يعمل كيف نشكرهم الجمهور هذا معنا في الباهي وفي الخايب معناتها حتى معناتها يجي وقت باغ اكزومبل حتى ريال مدريد ولا برشلونه يخسر في ماتش الاسبيرونس حتى كي تخسر ماتش الجمهور نتاعها يصفق خاطر يعرف اللي معناتها فاند كونت باش يهز البطوله والبلوس امبورتون هو بطل تونس الاسبيرونس عملوا البطل تونس وقدره ربي ان شاء الله هذه ما هي الا خطوه ما هي الا خطوه للبطوله وانا راني قلت لك نقول مباراه كيما المباريات الكل نشكر الجمهور معناتها اللي داز معنا من اول سيكوندا لاخر سيكوندا ودور اللي الحمد لله فرحناه نصور اليوم روحوا شيخين فرحانين عملوا بون كيف يا فيديو سبيكتاكل ونشكر اداره الترجي التونسي الكل معناتها مش رمي ورود هذا معناتها حقيقه فما عباد قاعده تخدم فما جنود خفيه قاعده تخدم في الترجي على راس سي حمدي المدب وحتى كي معناتها نحب ان نوضح حاجه معناتها في نرجع لها ما حبيتش ان نسرح بها دونك في تشامبيونز ليغ كنت اعتذرت من سي حمدي المدب اللي هو ابن الترجي التونسي ولد الترجي اعتذر لولد الترجي